ورجعنا لكم بعد الفاصل. الجاج أخذ طعم المرق اللي بدنا إياه. هلأ رح نبلش نرتب كيف بدنا نعمل فتة الجاج. هلأ أنا الرز مستويته من قبل والخبز قليته، خبز شامي، لازم يكون الخبز الشامي الرقيق، بتقطعيه مكعبات وبتقليه. هلأ أنا رح أبلش أورجيكي كيف بدها تكون الفتة. أول إشي منجيب يا بايركس يا صينية يا فخارة، يعني أنت اللي بتحبيه إيش بدك يا. منحط أول إشي طبقة من الخبز المقلي، طبقة أولى خبز مقلي. خليني أقيم هذا عشان تشوفوا معي منيح. منحط الخبز المقلي، مناخد المرقة تبعت الجاج مع شوي من الجاج نفسه، ومنسقي فيها الخبز عشان الخبز معانا يطرى. إذا مناخد الجاج مع المرقة تبعته ومنحطها طبق. هلأ فتة الجاج بس بدك تعمليها برمضان، لازم قبل الفطور على السريع تعمليها، يعني جهزي كل أغراضك وما ترتبيها إلا قبل الفطور، لأنه الخبز لازم يكون يعني فيه قرشة لسه، إذا حطيت المرقة عليها بتشتشل الخبز ببطل طعمه مرتب. هلأ رح نحط فوقها طبقة من الرز الأبيض، رز أبيض أنا مأول مستويته من قبل. إذا طبقة خبز، طبقة من المرقة الجاج سقينا فيها الخبز، حطينا الجاج معاها، حطينا الرز، صفتناهم فوق بعض بقلب طبق التقديم اللي انت بتحبي تقدمي فيه. راح ارجع احط كمان طبقه من نقيم، هاي اسقي شوي الرز، ما راح اسقي كثير، راح احط الجاج كلياته اللي عملناه طبقه هون. هلا راح نحط كميه الجاج اللي ضايله عندنا. هلا منقيم الطنجره وخلاص قوم احطها هناك احسن. زين نقيمنا الطنجره اللي فيها المرقه. هلا راح نحط الصلص اللي عملناه الابيض، اللي هو عباره عن لبن زبادي مع الطحينيه مع التومه مع الليمون والملح. هلا راح نحطها طبقه اخيره هون ونسكر فيها كل الفته. يعني هلا اللي بشوفها ما بعرف ايش في جواتها الا لما نحط فوقها قطع الدجاج اللي عملناهم. اعيد لكم مره ثانيه، اول طبقه خبز شامي سقيناه بالمرقه، حطينا فوقه الرز الابيض المسلوق، ورجعنا حطينا كمان فوقه شوي من المرقه، وحطينا كميه الدجاج المسلوقه المسحبه اللي قلبناها مع البصل والتومه، خليناها تغلي مع المرقه، تنكهت بكل النكهات اللي احنا بدنا اياها، حطيناها طبقه. رجعنا حطينا اخر طبقه اللي هي الصوص الابيض مع اللبن. راح احط هلا اخر كمان هون كلياتها دجاج، عشان زي ما حكيت لكم هلا احنا طبقه اللبن اللي عملناها اللي بشوفها ما بعرف ايش هي، فهنحط طبقه كامله من الدجاج، الفراخ المسحبه، هيني حطيتها طبقه اخيره. وهلا اخر اشي بنبلش احنا نزين بالطريقه اللي بدنا اياها. زي ما حكيت لكم دائما العين اللي بتاكل والناس صايمه فبدها اشي مشهي تفرج عليه قبل ما تاكل. راح نحط عليها لوز، اوبس، راح نحط هيك كميه من اللوز. اللوز بعطيها الطعم زاكي وبعطيها اللون الحلو زي ما انتم شايفين معي. راح احط شوي من البقدونس عشان يعطيها اللون حلو. راح احط شوي من الخبز على الوجه. يعني هاي التزيين انت الطريقه اللي بتحبي تزيني فيها، هذا برجع لك لذوقك. شايفين كيف طلع المنظر جميل جدا مع خالته امل. وهيك بتكون خلصت انا طبق اليوم اللي هو فتة الجاج. راح اورجيكم اياه احطه هون قدامكم عشان تشوفوا كيف طلعت فتة الجاج. هلا راح نبلش بالحلو. اليوم راح نعمل حلو اسمه ليالي لبنان. ليالي لبنان المقادير تبعته لتر حليب،
راح اقيم ملتر الحليب كاسه، احط بدالها كريمه فريش عشان تعطيها دسامه وتعطيها طعم اسكى شوي. اذا لتر حليب ناقص كاسه، كاسه كريمه فريش، نص كاسه سميد ناعم، قشطه وكريمه، فستق حليبي ولوز للوجه، قطر اللي هو نفسه الشربات بس هذا ما بنحطه جواتها، بنحطه برا للوجه اخر شيء عند التقديم. ورح نحتاج مي زمزم ان شاء الله، الله كريم برمضان. رح نحتاج ماء زهر عشان نحط مع الخلطه بقلبها من جوا. هلا اول شيء رح نعمله، رح نحط كل شيء على البارد. راح احط كل شيء على البارد، الحليب، زي ما قلت لكم راح اقيم منه كاسه احط بدالها فريش كريم. اللي ما بحب يحط كريمه عادي بيقدر يحط بس كاسه الحليب، لتر الحليب لحاله، بس هذا خيار عشان يعطينا شوي طعم مختلف. راح احط تقريبا معلقه ماء الزهر، وراح احط نص الكاسه اللي هي قلت لكم سميد. السميد هلا لما نحطه هو اللي راح يمسك الطبق الحلو كله، يصير معانا تقيل. هلا بدي احط انا كمان يعني كخيار شوي من المستكه المدقوقه، احط مستكه، المستكه مع اللبن اللي هو الحليب بتعطيها طعم كثير حلو، كثير لذيذ. هلا رح نضل نخفق على الغاز على بين ما يغلى معانا الحليب، حبات السميد تفتح تمسك المكونات كلياتها مع بعض، بعدين بنسكبها وبنزينها. هاي من الاطباق اللي كمان خفيفه وبارده بالصيف، اكثر شيء هي بتتسوى بالعاده بالصيف. كمان حكيت لكم ما انه رمضان السنه اجى علينا على خير بالصيف، فانه من هاي من الحلويات اللي تتقدم بهذا الشهر. هلا رح نضل نحرك فيها لتمسك معنا، بس هاي بتنعمل يعني مثلا بدك تاكليها بعد الفطور، تعمليها اول ما تصحي من النوم بتحطيها بالثلاجه عشان تبرد وتمسك، لانها ما بتاكل سخنه، لازم تقعد بالثلاجه تقريبا من 3 لـ4 ساعات عشان تمسك معك وتبرد. هاي اللي لبنان من اول الحلويات اللي عملتها انا بحياتي، عشان هيك بحبها، بلشت اجرب فيها. يعني البنات الصبايا الصغار هلا بيقدروا يبلشوا يعملوا زي هاي الحلويات، بس بكون معهم امهم عشان الغاز ما يوقفوا عليه، بنخاف عليهم. هلا بلشت معانا شوي. مش لازم نتركها لانه الكب كبتل السميد، ما بصير نتركها ابدا، لازم نضل نحرك فيها لتغلى. الله كرم. قربت اخلص ثانية. هيها مسكت معي، هلا بسكبها بخليها بس دقيقتين تبرد وبزينها، اورجيكم كيف تتزين معانا. شايفين صارت تتحرك معي. على السريع اول ما تبلش معاكي تتقل اسكبيها على السريع. ريحة ماء الزهر كثير حلوة معاها والمستكة. شايفين هي بتكون طبقة هيك، بعدين بتتزين كلها بتتغطى. هلا هي إذا لاحظتوا ما في سكر جواتها، لأنه السكر بنعمل قطر بنحط على الوجه، كل ما حدا يحطه بصحنه بشربها بكمية القطر اللي هو بده إياها، هي جواتها ما بنحط فيها سكر. خليها شوي بس تبرد،
عشان اقدر انا ازينها. رح اخذ انا اخلط شوي من الكريمة مع شوي من القشطة عشان ازين فيهم. تقريبا مقدار علبة قشطة ومقدار 3-4 معالق كريمة. نخلطهم مع بعض التنتين وبنحطهم على وجه ليالي لبنان. هلا المفروض انت تستني عليها عبين ما تبرد منيح بعدين تزينيها، بس انا عشان ما عندنا وقت بالبرنامج راح اورجيكي بس كيف تتزين. حط طبقه بنغطي كل الحلو فيها. في ناس بحبوا يحطوا موز عليها من وجهها، برضو طعمه بيطلع حلو، بس انا بحب الاشي يكون زي ما هو مسواه، ما بحب بحبش الاضافات لانه خلص بتغير الطعم الاصلي للي احنا تعودنا عليه. هلا راح احط كميه من الفستق الحلبي. إذا تلاحظتوا إن إحنا أكثر أنواع الحلويات اللي بنعملها الحلويات الشامية بنحط فيها فستق حلبي. مكسرات بنستعملها كثير. هلا هيك وبنحط لوز كمان. اللوز إحنا مش دقينه بشرينه أو يعني هرس مقروش. مقروش صح؟ عجبتك؟ هيك. راح آخذ شوي من حبات الكرز الأحمر عشان يعطونا بس لون للطبق اليوم. أطباق جميلة وبتفتح النفس مع خالته أمل. وهيك بنكون إحنا خلصنا كمان حلقتنا لليوم. أرجع أذكركم إيش عملنا. عملنا اليوم فتة دجاج وعملنا ليالي لبنان، وإن شاء الله إنها تكون نالت استحسانكم. رمضان كريم ومساءكم سعيد.